انتوا وافقتوا تجوزوني سعديه بدون موافقه ابي. ابي؟ معناتها نحن فعلا حزب واحد. بده ياكلنا وياكل رجلنا بالقوه. يا نسال عطيكوا العيب. وياكل. وسيمك تهدى. لا لا ما اشتفي بعد. أبوك بدي جن. أنا طالب وما معي أكل. بدي يقول لي فكر بدراستك قبل ما تفكر بالجواز. أبي؟ أنتوا وافقتوا جوزوني سعدية بدون موافقة أبي، وأنتوا هلأ اللي عم ترجعوا كلمتكم؟ يعني بجوز هي متعودة على عيشة المدينة، يعني عم تعمل شغلات الناس هون ما بظن يقبلوها. ليس من عادتنا سؤال الضيف قبل أن يمل الإقامة بيننا. إن أردت شيئا فأنا في المضافة. ضربني وهددني وغدرني وكان بده يموتني، بده ياكلنا وياكل رجلنا بالقوة. ما كمان سورية بس كانت عايشة مع اخوالها بالبرازيل. معناتها نحن فعلا حزب واحد وغصب عنك بدك تحط ايدك بايدي اجباري. كتب مسرحية وقراها قدامه واعتبرت المحكمة انه المسرحية دليل قاطع على سلامة عقله وعبقريته. قليلة لأمك، إذا ما عجبت الشقفة برجع لها، المحل وصاحبه تحت أمرك أنت والماما. أحسنت صنعا أيها الكاسر، أحسنت صنعا، وكنت ستحسنه أكثر لو قتلته. قتل كليب بهذه البساطة دون أن ينبهه أو يحذره أحد. أنا أبني تركناه هناك 8 أشهر عمره لسه رضيع. زعلان الدنيا كلها، بس مو مشان هيك ما بدي أكل. أنا مو أبو نواس. ومحمد رسول الله، إذا ما بتطلق المغنواتي هاي هلأ والله بتبرى منك ليوم ليوم وراس جدك ولك. اليوم مزاجي مرتفع بقرار، فقد ما حاولت تنكدي علي ما راح يمشي الحال. لأنه يا بابا ببساطة أنا ما بحب حدا بالدنيا كلها يسبقني إلا أبني. شو الحكي؟ مش هو الولد سيد راسي حط له نصف يا عمره. عني اجي قبل كام سنة لحتى قلت لك وانت قوي. قلت لي مانك قالب وشك، ما هيك؟ مانك قالب وشك؟ انا بدي هد الجدار اللي بيننا وبين المكسيك، وبدي ادعم امريكان بلوك. لكن الحياة كلها صايرة كذب وغش ونفاق وخداع ومجاملة. الحق علي، انا اللي اجيت لعندك، لا تخليني اطلع عن طوري. يا دنيا، لسه بمين بدي التقي وما اعرف. ايوه، ما بدنا نفهم اول شو الرسمة. يبعث له حمى ورصاصة، متصدر أبو النقاصة، ولك الصبي عندي رقاصة. لو فيك شرف وناموس كنت بتقله نعدموني مشان تقبر عارك وعيبتك معك.